اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول خليها سمك يعني تفاصيل صغيره ولكن المعنى والطعم جديد. معانا جمبري لحم شويه صغيرين تقريبا تلت كيلو او نص كيلو حسب عدد افراد الاسره. معانا من الحلقه ثلاث سمكات بوري عاملين كيلو ونص تقريبا هنعمله صياديه. معانا مكرونه بنا، هنعمل مكرونه فيجيتيريان النهارده او ارابياتا بالطماطم والخضار مدرسه المغازه، هنشوف نعملها ازاي وفي نفس الوقت تاخد طعم السمك. هي دي الافتكاسه وهي دي الخبره الطهويه، ان السفره بتاعتي كلها تبقى سفره فوسفوريه المضمون بتاعها. يعني معانا بوري ومعانا جمبري ومعانا تشكيله من الخضار ومكرونه بينا وشويه حب، ولما نقول خليها سمك يعني الطعم جديد النهارده. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل النهارده، وانا بهدي الجمبري اللي بعمله ده النهارده بهديه لكل الاطفال الحلوين وكبار السن. اللي مش بيحب الجمبري هيعشق الجمبري، والسمك البوري الصياديه، اللي مش بيحب السمك بعد النهارده هيعشق السمك. هناخد بعضنا ونطلع فاصل او هتروحوا بعيد، تابعوني حضراتكم بعد الفاصل. والصورة الحلوة دايما على شاشة القناة الأولى تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة. معانا تشكيلة من السي فود، يعني هي مش تشكيلة قوي، موضوع بسيط وسهل، بوري في متناول الجميع، ثلاث سمكات ممكن يعملوا كيلو ممكن يعملوا كيلو ونص. ومعانا جمبري لحم تقريبا نص كيلو. هنعمل النهاردة أفكار بسيطة وسهلة ونقدم سفرة فوسفورية عالية القيمة الغذائية بكل مكوناتها. طب تعالى نبدأ بالبوري لانه ده هياخد وقت كبير. سمك البوري صياديه مع بعض على الشاشه. معانا السمك البوري من خير مزارعنا اللي بتصدره للدنيا كلها من الارض الطيبه، ومعانا بصل ومعانا طماطم ومعانا شويه كزبره خضراء ومعلقتين من البهارات الحلوين اللطاف وفلفل اخضر حار وفلفل اخضر رومي وبصل اخضر. هي دي المقادير. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هعمل الصياديه. ليه سموها صياديه يا عم الشيف؟ لان دي اكله الصياد على المركب وهو بيصطاد. بتبقى بصل وطماطم وياخد السمك ني في ني ويحطه مع الطماطم والبصل ويدخلها الفرن او ان هو يسويها على البوتاجاز وهو مسافر في رحله صيد يرزق. تعالوا مع بعض. اول حاجه ناخد البصل والطماطم ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك لما تشتري السمك من حلقه السمك او من سوق السمك تحط في الاعتبار لازم تعملي أكلة سمك حلوة، علشان أنا بنصح دايما السمك يتعمل في البيت لأسباب كتيرة. نظافته، تتحكمي في التوابل بتاعته في البهارات بتاعته. ده بصل بتقطع بالشكل ده كده، عايز البصل تبان شخصيته في قلب الصينية. كمية بصل حلوة لان هعمل تركية دلوقتي وانا شغال، واعلمك ازاي تبقي في واقفه في المطبخ بتعملي كل حاجه في وقت واحد. هناخد البصل ده في قلب الطاسه دي نشوحه حلو مع شويه زيت حلوين كده، مكعبين زيت. حلو الكلام. ادي الزيت مع الزبده، وهي دي كميه البصل اللي انا هشتغل بيها كلها. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حط البصل هنا كده. يلا مع السلامة. هل على البصل الحلو ده شوية زعتر. ايه التفاصيل اللي هتحصل هنا يا عم الشيف؟ بعد ما اشوح البصل ده مع الطماطم هاخد ربع الكمية احتفظ بيها على جنب، واقول لحضراتكم انا هعمل بيها ايه. بصل، زيت، زيتون، زبدة، واسيبهم على النار كده ينسجموا مع بعض. معاهم عدني ريحان اخضر في قلبيهم كده زي الفل. ونغطي الحله بتاعتنا ونسيبها على النار. حلو الكلام كده زي الفل. هناخد السمك البوري بتاعنا. مطبخك يا عم الشيف رايق اول باول، لان اكله السمك دايما متهمه لما نعمل سمك في البيت، يعني الدنيا بتقوم في المطبخ. معانا في المقادير طماطم. هناخد الطماطم الحلوه دي كده زي ما هي بالشكل ده كده، نقطعها برضو بالشكل ده كده. انا عندي طبق مكرونه النهارده بالطماطم والخضار
وعندي صياديه، فازاي اطلع الطعم واشتغل في اكلتين في وقت واحد؟ واعلمك في المطبخ تبقى واقفه، ما توقفيش وقت كبير، اقل وقت ممكن تعمل السفره بتاعتك، تستفيدي من كل دقيقه انت واقفاها في المطبخ. شفت الطماطم دي كلها معانا بالشكل ده كده؟ حلو. اخد الطماطم دي بعد التقطيع الحلوه دي زي ما هي كده، ارجعها تاني هنا كده. الله، ده تقريبا كيلو طماطم. هيعمل طبقين، هيعمل طبق المكرونه والسمك. انا اخد التوم الطازه ده كده عليهم، شويه بقدونس حلوين عليهم، وناخد بعضينا ونجي هنا واحنا شغالين. نبص على البصلايه بتاعتنا ايه الاخبار. شوحت على النار، خدت طعم الزعتر، خدت طعم الريحان بالشكل ده كده. بنزل بالطماطم بتاعتي مع التوم. الله، ايه المطبخ ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. ونقلب كل ده كده. لغايه كده عارفين الشيف شغال ازاي. دي مدرسه بقى، ازاي في وقت واحد بنشتغل في اكلتين. ايه هما الاكلتين يا عم الشيف؟ سمك بوري صياديه، ومشترك معاهم المكرونه الارابياتا بالطماطم والخضار. اكيد طبعا الفلاسفه والشطار في المطبخ عارفين انا هعمل ايه دلوقتي. الخضار هنا على النار، الطماطم معانا، فلفل حار معانا، فلفل رومي. هناخد الفلفل الحار والفلفل الرومي ده مع الصياديه، بيبقى لطيف، لان سمكه البوري او صياديه السمك او صينيه السمك يتطلب ان هي تكون شويه سبايسي او فيها شويه حار يعني. ادي الفلفل الحار، ادي الفلفل الرومي بالشكل ده كده. حلو، نخليهم على جنب لوحديهم. بنجيب كسروله ازاز تانيه خالص، وعايزك تشتغلي بنفس المدرسه. ايه الاخبار هنا؟ طماطم مع البصل، بنحط عليهم شويه ميه مغليين ونسيبهم على النار يا عم الشيف. توابلنا ملح فلفل، حلو قوي، بابريكا حلوه مشتركه ما بين الاثنين. نرفع ايدينا من التوابل ونقلب كده. شفت الجو ده كده؟ اه. نسيبهم على النار ونشوف اخبار السمك البوري بتاعنا عامل ايه. حلو قوي. البوري لما نشتريه من اي حلقه سمك لازم نحط في الاعتبار البوري يكون طازه. ونعرفه ان هو طازه ازاي؟ من ثلاث حاجات: عين السمكه، ظهر السمكه معانا بالشكل ده كده مخرجنا اهو، شويه بوري حلوين بيتكلم مصري. شايفين البوري لونها صلفر ازاي ولطيف وجميل. انواع السمك في البوري، في دبار وفي بوري. ده للامانه دبار مش بوري. بتعرفيها ازاي؟ بيبقى لون ظهرها لون غامق مد على صلفر، وبيبقى ظهرها رفيع شويه مش ملحمه كتير في الظهر، ولو اصبح ان الدبار بيبقى مبطرخ. ده البوري بتاعنا. هناخد كده الراس بتاعتنا دي مش عايزينها، مش هنستفيد بيها في حاجه. بتعمل زحمه في الصينيه من غير اي فايده. بنحطها في الحله هنا تتسلق معانا واحنا شغالين. ناخد البوري بتاعنا كده دي على ثلاثه. انا بحب السلسله بتاعت السمكه،
مش بحب ديل السمكة يتقطع. نفس القصة، ايه لازمتها الخبطة دي يا عم الشيف اللي بتخبطها على ظهر السمكة او على السلسلة عشان الانسجة بتاعت السمك ما تتبهدلش معايا. بجيب الصينية الحلوة دي كده، وتعالوا مع بعض نعمل الصيادية. نشيل ده من هنا، ناخد الليمونة الحلوة دي كده بنسقطها على السمك وانا شغال. حلو، ده اختيار يعني. اخبار الصيادية ايه؟ زي الفل بتغلي. ناخد جزء من الخليط ده كده احتفظ بيه انا عايزه. الله، بصل مع ثوم مع زعتر، دول انا عايزهم كفاية، مع شوية شوربة كده حلوين. الباقي اخده كده وانزل بيه هنا كده. الله على الريحة، الله على الجمال. حلو، ننزل الخضار بتاعنا. صينية السمك دي بهديها طبعا لكل اللي بيعترضوا على السمك ويقول لك احنا مش بناكل السمك، والتلات سمكات البوري كده يبقوا في قلب الصينية باينين قدام عينينا بالشكل ده كده. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. شوية الصوص التانيين كده، الله. ليه انا حاطط السمك كده؟ عشان لو بتشتريه من عند حلقة السمك تعرفي ان السمك بتاعك كله في الصينية. ثلاث سمكات معروفين ناقصين الروس، وانا مش عايز الروس. هناخد الخضار بتاعنا ده كده، شوية كزبرة خضراء. هندخل الصينية الحلوة دي في الفرن. لا مش هحط مية، هحط مية ليه يا غالي؟ دي بريئة من المية خالص. شوية كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة على الوش، شوية كمون على الوش، وادخل الصينية دي الفرن يا عم الشيف، واسيبها في الفرن في منتصف الفرن بالشكل ده كده. حلوة قوي، الله، زي ما هي كده يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180، اخبار الفرن ايه؟ نظبط درجة الحرارة بتاعتنا. موقع الصينية دي في قلب الفرن في المنتصف، تحتويها النار بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اذا انت حابب نطلع فاصل وهي معانا كده مفيش مشكلة، حابب نطلع فاصل وهي في الفرن زي ما تحب، انا معاك. اه يلا عينيا. اه مخرجنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت تجيبها لي عندي هنا في الكنترول. ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة دي جمال، تكلم مصري. ادي البوري بتاعنا. اه استخدامنا للمادة الدهنية هنا في البداية خالص زيت زيتون وزبدة لتحمير البصلة والتومة ونطلع شقاوتهم الحلوة المصرية مع السمك البوري. صينية في الفرن بتتكلم مصري، هنقفل الفرن بتاعنا وخلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل ونشوف الشيف المغازي بيضرب عصفورين بحجر ازاي في المطبخ. بقية الصلصة اللي معايا دي هي اللي هتلعب دور البطولة في طبق مكرونة بيتكلم طلياني ولكن بخف الدم مصرية. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اعمل طبق مكرونة النهاردة. الاطفال الصغارين دايما بيعترضوا على المكرونة، ياكلوها بالجبنة الموزاريلا، ياكلوها جراتان، ياكلوها بشاميل. معايا مكرونه بنه النهارده، وانا بحب البنه لان فيها طبعا مكان او فيها فراغ ياخد يمتص الصوص، سواء صوص طماطم سواء وايت صوص سواء ريد صوص. انا هعملها النهارده مع الطماطم والخضار. مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله. المقادير عباره عن مكرونه بنه، حلو الكلام، ومعانا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله، وكوسه، جزر، عصير طماطم وريحان، وما ننساش طبعا
الصوص الطماطم اللي انا سرقته من الصياديه بتاعتنا الجميله، هستفيد بيه دلوقتي ونشوف هنعمله مع بعض ازاي مع المكرونه بتاعتي. حلو الكلام ده، مهم جدا. ولكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ازاي تبقى في المطبخ بتعملي كل حاجه في وقت واحد. حلو الكلام. طيب طيب هناخد الصوص الطماطم بتاعنا اللي انا اختطفته من مقادير الصياديه، ونيجي على الكبه، ونيجي على الكبه بتاعتنا الحلوه دي كده على النار ما تشتغل. بنحطه هنا كده، ده بصل، ثوم، ريحان، زعتر، زيت زيتون، كل دول مع بعضيهم. عايز شويه صوص طماطم حلوين من صنع ايديا وحياه عينيا. دول مهمين بالنسبه لي، هم دولت اللي هيعملوا ايه كيان في المكرونه. زي ما هم كده. الله، بس خلاص زي ما هم كده، حلو قوي. دول مهمين بالنسبه لي. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنبدا نشتغل في الطبق الحلو بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب توكل، تمام زي الفل. لا خلاص زي الفل يا برنس. طيب تعالوا مع بعض. اول حاجه الطاسه شديده الحراره على النار، عايز اعمل اسلق المكرونه بتاعتي نص سوا. مدرسه المغازي بتقول ايه في تسويه المكرونه؟ دايما المكرونه لو بنعملها بالوايت صوص او بالريد صوص، حط في الاعتبار لازم المكرونه تشرب من طعم السمك او من طعم الجمبري او من طعم صوص الطماطم. انا عندي روس السمك اللي هنا، فاكرينها دي ايه؟ مخرجنا الجميل الله يوفقك اساتذه المصورين اهم دول كده اهو، في قلب الميه، في قلب الميه، واحط دي كده. يلا يا عم الشيف، وناخد المكرونه بتاعتنا بنسلقها نص سوا في مية السمك دي. مدرسة بقى، زيت زيتون، شوية ملح، ونصبر على المكرونة شوية تتحضر. حلو الكلام. عندي صوص الطماطم اللي جاهز من البداية، بحطه هنا، مش محتاج بصل وتوم انا بقى اهو. عندي خضار، خضار ده ريحان اخضر، ده اساسي متورق عندي. عندي كوسة، عندي جزر مسلوق نص سوا، لان النسبة والتناسب في تسوية الخضار اكتر حاجة الجزر تاخد سوا، فانا عشان على الهوا مع حضراتكم طبعا بسويه شوية، ولكن لو انت في المطبخ بتسبقي الجزر قبل كل الخضار عشان يستوي شوية، او ممكن تستغنى عن الجزر، بس انا بحب الجزر دايما يشارك في تشكيلة الخضار. لونه حلو، لونه برتقاني، بيفتح الشهية، لونه مطلوب. ادي الخضار بتاعي بتاع المكرونه، شفت ازاي انا الطعم من بين اصابع ايدك العشره. صوص الطماطم اللي كان معانا من شويه، طبعا ده هنزوده ونفكه بميه سلق المكرونه اللي واخده طعم السمك. فاكرين طعم السمك جه منين؟ من روس السمك. غليناها في الميه في المصفى، وبعدين حطيناها ونزلناها في الميه، وبعدين نزلنا بسلق المكرونه. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ حلو قوي. تمام، هنسيب دول على النار، مش هنقف نتفرج عليهم ونضيع وقتنا. هنخش على الطبق بتاعنا الاساسي اللي انا بهديه لكل الاطفال وكبار السن اللي بيعترضوا على الجمبري، له شنب وبيخوف، الجمبري له قشر كتير، انا مش بحب الجمبري لانه زفر. لا، انا هاكلك النهارده جمبري كريسبي اللي هو شريمب كورن، لطيف وجميل كريسبي، هنعمله بطريقه جديده. المقادير على الشاشه، معانا جمبري لحم، ومعانا بطاطس شيبسي، ومعانا رقائق الذره، ومعانا نشا، معانا توم، معانا كزبره، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشه. حلو، اللي هو الشريمب بيب كورن. بيب كورن يعني حاجة كده واخدة من رقائق الذرة وصغيرة قد صفار البيضة تقريبا، مقرمشة ولطيفة، عاملة شبه الفشار.
هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مقاديره بسيطة وسهلة، كل اللي معايا شوية جمبري لا يتعدى نص كيلو. حلو الكلام؟ تعالوا نشتغل فيهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. واكله لطيفه وحلوه، وهو تغيير، مش كل يوم هناكل جمبري بتر فلاي او ناكل جمبري صينيه او جمبري مشوي، الحاجات اللي احنا عارفينها وشطار فيها والشيف المغذي دايما بيعملها لنا. نعمل لنا النهارده الجمبري بطريقه جديده. هناخد الجمبري ده على البلانشه نكسره بالسطور او بالسكينه، عشان كده جبت ايه بلانشه كبيره. حلوه. ما عندكيش جمبري لحمه، تجيبي جمبري قشر تقشريه وتشيلي الظهريه بتاعته او عرق الرمله منه وتتعاملي معاه زي ما انا هشتغل دلوقتي. دول شويه جمبري حلوين قوي زي الفل، كفايه هم دول اللي انا عايزهم بالسطور كده، وهكسرهم واقف بلعب بالسله تكسيره كده تنعيمه، ده ما ينضربش في الكبه. انا عايز استطعم الجمبري وانا باكله تحت اسناني، له طعم كده وله مذاق وله قرشه، قرشه الفستق الحلبي. هو الوحيد في فصيله الاسماك كلها، غير السمك غير الكاليماري غير الكابوريا، الجمبري له مذاق تاني خالص تحت السنان. حلو بقى بالشكل معايا ده كده. زي ما هو كده يا عم الشيف. هنعمل ايه؟ شويه ثوم طازه. حلو قوي. نشا معانا، رقائق شيبسي، الله، رقائق شيبسي. خلي بالك خلي بالك هنا فيها ملح، فطبعا اساسي علشان رقائق البطاطس تحمريها بتحطيها في شويه ميه بملح، فحط في الاعتبار هنا الملح هنا يا عم الشيف هيبقى زياده، فمش هتحطي ملح. خلي بالك هنا التركايه، المكرونه بتستوي على النار، صوص الطماطم بتاعي على النار، فانا مش بضيع وقتي. خدت رقائق البطاطس اللي بتقطع اللي معايا دي كده اهي، ودي موجوده. حلو قوي زي الفل يا عم الشيف. ايه الجديد هنا؟ حلو قوي. عصره ليمون، تسلم ايدك. بياض بيضه مش الصفار، البياض. اوعي تحطي ملح عشان ناكل الجمبري ده، خلي بالك. شوية فلفل اسود، شوية بابريكا، معايا رقائق الذرة مطحونة وجاهزة بالشكل ده كده، معلقة فلفلة حلوة اللي هي الهريسة. باخد المقادير دي كلها مع بعضها يا عم الشيف، واعمل عجينة كده هتعجبك. انت بتلعب يا شيف بقى، انت ما وراكش حاجه. صينيه البطاطس في الفرن تستوي، والمكرونه بتاعتي عايزه نص سوا، وعندي خلطه زي دي كده اهي. عجينه بايديا بقى بالشكل ده كده. حلو، اخدها زي ما هي كده، واروح عندي الزيت. الله، دي بقى تكفي الاولاد، ولادك رايحين النادي، ولادك مش بياكلوا الجمبري، فاجئهم باللي انت عاملاه ده كده زي الفل. ادي طبق كده هنا، الله، زي الفل. يلا يا حلوه، ونشيل دي هنا من هنا، وتعال نشوف هنشتغل مع بعض ازاي. عندي زيت شديد الحراره، زيت شديد الحراره. هنقف هنا نتسلى مع بعض شوية، واحنا شغالين في المكرونة، ولكن هدفي تاني ان البرنامج الشهير بتاعنا ان انا مش هعلمك المطبخ وبس، اعلمك ازاي تكون واقفة في المطبخ بتعملي كل حاجة في وقت واحد.
صينية بطاطس أو صينية سمك صيادية في الفرن بتتكلم مصري، مخرجنا هيروح عليها ويشوفها مع بعض في طريقها إن إحنا نطلعها. عندي مكرونة على النار بتستوي، باخد المكرونة هنا وبستغل النار الشديدة دي كده واستفيد من مية سلق المكرونة. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. شفت شويه الميه دول؟ دي ميه سلق المكرونه فيها طعم السمك. فاكر طعم السمك جه منين؟ من روس السمك اللي انا حطيتها في الميه من شويه. ده السائل بتاعنا. الله، طبق المكرونه ده لوحده فيه الخبره الطهويه كلها. كمان شويه ميه مكرونه ونسيبهم على النار ونشوف موضوع الجمبري ده. نعم، عينيا الاتنين، هدواك الجمبري. بس خلي الجمبري ده نهديه لعم ملاح النهارده، المصور الجميل المبدع اللي عيد ميلاده النهارده. نقول له كل سنه وهو طيب. الناس بتجيب تورته، بتجيب جاتوه، انا هجيب لك جمبري النهارده. ايه الصينيه الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك تدلعني الصينيه دي، تستاهل. صينيه بتتكلم مصري، معبوري من خير مزارعنا. نروح على النار بتاعتنا الحلوه. طيب يلا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الجمبري او الشريم بيب كورن النهارده بطريقه جديده من الشيف المغازي، بيهديها للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام مامتهم وباباهم وبيذاكروا وبيجتهدوا في المدرسه. بناكلكم جمبري النهارده بمدرسه المغازي، طبق مكرونه ارابياتا في الخبره الطهويه وفيه طعم السمك، صينيه سمك بوري بتتكلم مصري من خير مزارعنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاستعراض الجميل ودايما الشيف المغازي مقولته الشهيره، الصوره على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه تعني مليون كلمه وليس الف كلمه كما قالت الصحافه. انا بعمل البيب كورن النهارده او الشريم بيب كورن النهارده، بعمله بطريقه جديده للاطفال الحلوين. معايا جمبري، شفنا في تفاصيله على الشاشه. مسكت الجمبري كسرته بالسكينه او بالساطور، نعمته كانه اعمله كفته، حطيت عليه رقائق بطاطس متحمره مقرمشه زي الفل، طبعا فيها شويه ملح فهي بتعملي كنترول على الملح. نزلنا بمعلقتين نشا، نزلنا ببياض بيضه، بهارات حلوه لطيفه، شويه زعتر، وبعد كده معلقه فلفله حلوه عشان ياخد اللون الفسفوري قبل ما يتحمر. معانا رقائق دوره تانية مطحونه اللي احنا بنعملها مع الكريسبي اللي احنا عارفينها في اي سوبر ماركت، ومعايا شويه ميه بسلك بيهم ايديا وبشتغل كده بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه. ومعايا الزيت شديد الحراره على ايدي اليمين في القلايه بتاعتي، وقدام عينيا وبتغزل عينيا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله، فيها خضار، فيها كوسه، فيها جزر، فيها فلفل رومي، فيها طماطم، فيها خبره طهويه، فيها حب. هنعمل طبق مكرونه اسمه ارابياتا. المكرونه هنا مستويه نص سوا، مستنيين نضيفها على الخضار الحلو بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لازم بنفس المدرسه دي، اوعى تحطي ايدك في البقسماط او رقائق الذره غير لما تخلصي الكميه كلها. نعم، سؤال وجيه مخرجني دايما بينكشني، بيقول لي انت حطيت ليه رقائق ذره مع الجمبري؟ ما كنت تسيبه في حاله. دايما الجمبري المقلي او الاسماك المقليه عموما لها ارتباط وثيق بالبطاطا المقليه او البطاطس المقليه. حلو؟ فانا حبيت اضيف رقائق البطاطس اللي احنا شفناها مع بعض داخل الجمبري من جوه، هتستطعمها وانت بتاكل الجمبري لانها كريسبي وما زلت محافظ على شكلها. اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه؟ يلا بينا. اخبار الزيت ايه؟
اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطير. نعم يا غالي، انت واخد على الجمبري تشوف شنباته، راس وديل في قلب الزيت. سر الوصفة اللي أنا عملتها ده بيتلخص في حاجتين، عشان لما تعمليه يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا ست الحبايب، يا عظيمة، معلقتين النشا وبياض البيضة. تقدري تستغني عن رقائق البطاطس، اهلا وسهلا، تحطي بدلها بقسماط، اهلا وسهلا، تحطي بدلها رقائق توست متحمصه، اهلا وسهلا. ناخد المكرونه بتاعتنا الجميله الحلوه، اللهم صل على النبي، ايه يلا خلصت، نقلبها ونقدمها. شويه مكرونه زي ما قال الكتاب. كتاب مين بيقول الكلام ده دلوقتي؟ زي ما قال المغازي، شفت الجزر مستوي ازاي يا عم مصطفى؟ شفت الكوسة؟ نعم، أنا مش حابب كريمة هنا بصراحة. كريمة هنا هتخطف الطعم، خليها الكريمة دي لما نكون نحط عليها جبنة. المكرونة دي عدلها شوية جبنة برمجان مبشورين كده يتحطوا على الوش. وقت التقديم. ده بقدونس أو ريحان أخضر. نغرف الطبق ده بتاعنا. اللهم صل على النبي، ده مكانه. ايه الاخبار هنا؟ بص على الحلاوه، شوف الزلابيه دي، شوف الزلابيه دي، الله. انت عايز كده، انا عارف انت تحب الحاجات دي، انا عارف. السبايسي ده، هو ده، دي المكرونه. يلا بينا، ألف هنا وشفا للي ياكل. شوية مكرونة يكفوا العيلة والجيران والحبايب، ما تبخليش عليهم، الله يرضى عليك قرايبك وحبايبك. أخبار الجمبري إيه؟ خلص الكلام. طبق التقديم، ألف هنا وشفا للي ياكل. ايه اللي بتحطه ده يا شيف؟ بصل اخضر، الموسم بتاعه ست الكل. استغل وجوده دلوقتي ننشط الدورة الدموية في الأجزاء الدقيقة من الجسم، ننشط الجهاز الهضمي، يساعد على تحسن الشعب الهوائية. البصل الاخضر ده بيعالج كمان الرئتين والشعب الهوائيه وحاجات لطيفه وجميله. البصل الاخضر ده كيان، شفتوا الجمبري؟ نعم، الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها شويه شغل، فيها شويه خبره طهويه، فيها شويه حب لاولادك، لاسرتك، لحبايبك. تقدر تقدمي الجمبري بطريقه جديده. طبق مكرونه فيه تفاصيل كتيره قوي، من بدايه ما كنت بحمر البصل والطماطم على النار. ما انت شايفه قدام عينك لا بصل ولا طماطم، شايفه الطعم بس. صينيه بوري بتتكلم مصري، بوري بتاعنا من خير مزارعنا ونصدره لكل العالم، والسمك البلطي، لان الارض الطيبه هي الطعم في السمكتين دول بالذات. للامانه مهما بقى أي دول تانية تعمل مزارع بولتي، مزارع بوري، هي الأرض، هي الأساس، المنبع. حلو الكلام، عشان ما اختصرنا الموضوع. فسمكة البوري وسمكة البولتي لا يعلى عليها، ودي سمكتي المفضلة، وخاصة لما نعمله صيادية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. البيب كورن شريم اللي موجود معانا دلوقتي له طعم ومذاق خاص، خاصة البطاطس اللي جوه التفاصيل. طبق المكرونة بتاعنا حلقتنا النهاردة، وخليها سمك، ولكن لما نقول خليها سمك أكيد تفاصيل صغيرة، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس إيرو. We'll be right back.
We'll be right back.